وسهلا بكم. صباح الخير. اي اليوم الجميل ده. من فترة طويلة كان اخر فيديو يوتيوب ليا. مش طويلة قوي يعني، بس كام شهر. كلكم عارفين ان الاحداث اللي حصلت الفترة الاخيرة ابتداء من احداث غزة، ربنا يلطف باخواتنا المسلمين كلهم، كل الاحداث اللي توالت بعد كده كانت احداث بتشجعش الواحد ان هو يكمل في محتوى، كتر ما بيشوف كل يوم احداث بصراحة بتوجع القلب. اصبح يعني بيحاول ان هو يستمر، بيحاول ان هو يواصل في سعيه. بعد احداث غزة حصلت احداث وزارة التربية والتعليم، وكان فعلا عامل ضجة جامدة. يقول واحد مش ناقص احباط يعني. بعد كده توالت الاحداث وسمعنا انه اليوتيوب غير عملة الارباح اللي بيكسبها اي صاحب محتوى على اليوتيوب. كل الاحداث دي ورا بعض يعني اكيد اثرت علينا كلنا كمدرسين، كاصحاب محتوى، كأولياء أمور. كلنا اتأثرنا بالأحداث اللي بتحصل متتالية. عندي تأنيب ضمير من كل اللي بيبعتولي كل يوم بشكل يومي، ألاقي مسج: انتي امتى هتنزلي فيديو؟ انتي امتى هتكملي الشرح؟ انتي امتى هينزل معرفش فيديو كذا؟ عندي تأنيب ضمير بصراحة من النقطة. فأنا خلاص أخدت القرار ان انا هكمل بعد الانقطاع البسيط ده. انا هكمل كل المحتوى اللي انتو حبيتوا بدأتوا تتابعوه بدأتوا تستفيدوا بيه. انا ضد بصراحة صاحب محتوى ان هو ما يردش على المتابعين بتوعه، ضد جدا الحتة دي يعني. انا حتى مع اني انقطعت عن تنزيل فيديوهات، بس ما انقطعتش عن الرد عنكش. واللي عنده سؤال اتكتب على اليوتيوب تحت اي فيديو او تبعتلي على الواتساب، اللي عنده سؤال ما تردش عليه يبعتلي ويقول لي انتي ما ردتيش علي. يعني اتحداكو، انا كنت على طول على تواصل معك، واللي كان بيبعتلي على الواتساب كنت بقول له محتوى 5 ابتدائي و4 ابتدائي حينزل ان شاء الله مع بداية نوفمبر وبيتمنتج حاليا، بس لو عندك اي سؤال واقف قدامك اكتب لي وانا هشرح لك. لو في اي حاجة واقف قدامك ابعت لي سؤالك. يعني مع اني اتأخرت عليكم بس كنت على تواصل معاكو، واللي كان فعلا بيتواصل معايا برد عليه. عارف الكلام ده كويس، انا ما قطعتش مع متابعيني ابدا، ولكن هي تنزيل الفيديوهات هي اللي كانت وقفت فترة. فخليني اقول لكم انه ان شاء الله من نوفمبر اللي جاي ان شاء الله 2024 فرنساوي 4 ابتدائي فرنساوي 5 ابتدائي هيرجع ان شاء الله ويكمل، خصوصا ان احنا خلاص داخلين على نوفمبر ديسمبر بنقفل الترم. خلونا متفقين وعارفين كويس قوي اصحاب المحتويات الهادفة المفيدة اللي فعلا بتأثر في البني آدم تأثير إيجابي وتفيده وتنفعه وتعمل له إضافة. أصحاب المحتويات دي عارفين كويس قوي، مدركين إنه اليوتيوب منصة unfair. مش بس اليوتيوب، كل منصات السوشيال ميديا كلها بدون استثناء، واليوتيوب كمثال بما ان هي منصة بتدعم الفيديوهات الطويلة يعني. واللي بدور على محتوى كامل ممكن يلاقيه على اليوتيوب، كورس كامل، شرح كتاب وهكذا هيلاقيه على اليوتيوب. احنا عارفين انه القبض او الفلوس اللي بتيجي من المحتوى اللي احنا بننزله بتيجي بناء على عدد المشاهدات للاعلانات اللي بتكون داخل الفيديو. كلنا عارفين ده كويس طبعا. كل ما زادت المشاهدات زادت الاعلانات زادت الفلوس. الفلوس كانت ايه؟ دولارات. دلوقتي يوتيوب غير طريقة الدفع، غير عملة الدفع بمعنى ادق. اصبح الفلوس اللي بتيجي دي ما هياش دولار، جنيه كحيان. الجنيه العايم روب رهيب في الانكومينج اللي بيحصل، اللي بيدخل من محتوى اليوتيوب. اللي حينزل فيديوهات الفترة اللي جاية، سأل انا عارفة انت بتسأل نفسك دلوقتي انا ازاي خلي الفيديو ده يجيب فلوس. لو دورت وعملت سيرش طريقة الربح من خلال اليوتيوب هتلاقي ان على كل 1000 مشاهدة بيبقى ليها قيمة معينة. القيمة دي اليوتيوب اللي بتحددها طبعا. القيمة دي تكون اتفرجت على اعلان. كتر المشاهدات هو اللي بيخلي الفلوس تدخل على المحتوى. كتر المشاهدات هو اللي يعلي الايرادات. طب ازاي اعلي المشاهدات؟ من ناحيتي عايزك انت تستفيد بالمحتوى اللي هيفيدك في امتحاناتك وفي مذاكرتك وفي درجاتك. من ناحيتي انا، فانت عايز تشارك في كده خلي المشاهدات بتاعتك كاملة، وشارك على قد ما تقدر الفيديو ده مع حد تاني يشاهده وحد تاني ده هيشاركه وهكذا. ايه كمان؟ ان انت الفيديو يكون عليه لايكات كتير، عدد لايكات كتير ده برضو بيعلي المشاهدة، بيخلي اليوتيوب بيرشح الفيديو بتاعي للناس، يقول لهم تفضلوا، بتطلع لك في الترشيحات نشوفه. وكمان كتر التعليقات، هي دي الجوريتم اليوتيوب.
انا من ناحيتي عايزه الكل يستفيد، واللي هيجي هيجي لوجه الله تعالى. اتمنى تكون النقطه دي واضحه. يعني سبحان الله، يعني هل بعد ما كل عمله الدخل والربح تغيرت هل هوقف؟ لا ابدا، اكيد احنا عايزين تقديم. اكيد انا عايزه تقديم. بصوا حته الفلوس بالنسبه لي او المدخول المادي بالنسبه لي ما كانش بتفرق معايا قد ما كان بيفرق معايا عدد اللايك وعدد الكومنت وعدد التشجيع. ليه بقى؟ لان احنا بشر، في الاخر هيفرق معانا مهما كان نيتنا خالصة لله، مهما كان بيفرق معانا قوي حتة انا عايزة التقدير، بس عايزة التقدير البسيط. مش عارفين المونتاج مرهق قد ايه، متعب قد ايه، بياكل الوقت جدا ومتعب، مربوط كده عمال تمنتج وتعيد حاجة تزهق. في الاخر انا عايزه حته التقدير بس، والتقدير بالنسبه لي عمره ما كان الفلوس، عمره ولا كان فرق معايا بصراحه. انا وانا بعمل الفيديو ده مبسوطه ان انا بعمله، مبسوطه ان انا الحمد لله يعني هرجع للفيديوهات وهرجع للمحتوى بتاعي اللي انا بحبه. شاركوني رايكم في الكلام اللي انا قلته، شاركوني ارائكم. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ضيفوا رقم الواتساب بتاعي لان انا بنزل ستوريز بصراحه حلو جدا، حبيت اللي انا بعمله، ممكن تفيدكم برده. واللي يضيفني يقول لي ان هو ضافني من خلال الفيديو ده عشان اعرف انت ضفتني ليه. هتلاقوا لينك تحت على طول يدخلك على الواتساب بتاعي. بتلاقوا ساعات ستوريز، بنزل ستوريز مقتطفات من حصص بتاعتي، حصص الاونلاين وحصص مع الاطفال، حصص جميله. هتحسوا قد ايه الجو ممتع، وهتحسوا قد ايه يعني انت ممكن تستفيد من الكام ثانيه اللي عايز اسال في اي حاجه، عايز اي محتوى ان انا ابدا اشتغل فيه اكتبوا لي. اللي انا هكمله ان شاء الله الفتره اللي جايه مسيره 4 ابتدائي و5 ابتدائي عشان انتوا بعتوا لي كتير. اللي انا هكمله الفونيتكس الدلف بس كده، ده كل اللي انا كنت عايزه اقوله بعد الغيبه دي كلها. كان لازم اعمل فيديو تمهيد اقولكوا وحشتوني، وحشني تفاعلكوا على محتوايا، ووحشني قد ايه الناس تبعتلي وبتقول انا استفدت. فبليز بليز حتى من غير فيديوهات، لو وانت بتذاكر اي حاجه قدامك يعني ابعتلي على طول، متقلقش هجاوبك هفيدك وهشرح لك. فويس ما ينفعش، هينفع زوم، ولكن انا عايزه افيدك. انت مش عايز تستفيد ومش عايز تبعت لي فور سم ريزنز، الله اعلم ايه هي، بس انا مش شايفه انه في اي ريزن. يو دونت هاف اني فاليد ريزن انت ما تبعتليش، خصوصا ان حد بيقول لك اي حاجه واقفه قدامك انا معاك. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو ده وانتوا في احسن حال، وانتوا في احسن يوم، وانتوا في اروق بال، وفي احسن صحه ان شاء الله، ويا رب اهدافكم كلها تتحقق. اشوفكم على خير ان شاء الله مع بدايه المحتوى اللي هيرجع ينزل عودا حميدا. ايه على بخشن.